السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء، وما زلنا مع قضية جمال بن إسماعيل، وهنتكلم في الحاجات اللي بتظهر كل شوية. إيه اللي حصل؟ صاحب القميص أرتي تم القبض عليه اليوم اللي هو كان واقف مع جمال بن إسماعيل في الحوار بتاع قناة القراص، وزي ما انتوا شايفين أهو اتقبض عليه. هو عمل إيه؟ حلق لحيته وحلق شنبه وحاول يغير حبة في معالم وشه، بس الحمد لله تم القبض عليه. هو كان متابع جمال بن اسماعيل في كل خطواته، كان واقف عند العربية في صورة من الصور، وكان واقف معاه في حوار قناة القراص، والحمد لله ان شاء الله ربنا ينتقم من الظالمين وينجي المظلومين ويجيب حق جمال، اللهم امين يا رب. ان شاء الله الحق هينتصر. اترككم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.